يعني أنا حاليا بإيران والكادر كله بالعراق. هذا هو أخطر موقع بالحدود، إذا تجاوزت متر راح نحسب من تعداد الموتى. هذه هي أغرب دقة عشارية سمعنا عنها بالأهوار اللي صار لها أيام. هذا الدخان فجار لغم بهالأثناء. دائما ما يحاولون المتسللين ويمرون من هذا المكان. ليش 20؟ ليش هذا الإصرار كل سنة إنه تروح للإمام الرضا مشي؟ قلت لي شلون لعمت القطية؟ من لزمتها طقت عليها. والآن نتحدث عن مشهد آخر يدل على الحياة والراحة، اسمه الجنة المخفية.